السلام عليكم. لكم شي حسبي الله ونعم الوكيل تسبب لي في هاد الغبينه. قتلتوني عايرتوني درتو لي كلشي في هاد الدنيا ملي عرفتكم نتوما هكا دايرين معايا. قبل كلشي تليفوني صافي 3 جو بديت عند صقار كيما نعيط ليه يقولي صباح لنا مازال مشيت كيطلب لي صوالح سي انتيم اجيتي افيك مون ماري وخدمت لي اجراءات تمام العداله انا وراجلي باش قلت هنيت الحمد لله يا ربي تنيت من الحس والمشاكل. ياك مانيش ندير لي فيديو الغنى التاني واش نغني بزاف تا الموكات تالمو سمعت الدنيا عليا صايي قلتلك بالداري والرياح والحمد لله يا ربي يبلى لي حس كانت الحس سيد هرب الدولة خدمت صوالحهم والعدالة دروك أي حاجة فيديو مي بارطاجيوها من لاباج أمي رفدوهم في المسنجر مي توما ما خممتو بناتكم ما خممتو بلي البنت هادي خاطيها شكون يبغي على روحها شكون يبغي على روحها تسوال حتى واحد وحتى واحد ما حتى واحد ما قدي يحسك شغل هو في راسه. الحمد لله معليش فاسيدي ربي وحده هي اللي يعرف بابيك الحمد لله خم اي بنادم هذه هي الحقيقة تاعي وانتم تهضروا داري تقتلوني داري ديروا كتر ضغيتوني بزاف بوقت جبت مي باش قلت جبت وتهني زعما نشوف هاد الصوالع كاع حسبي الله ونعم الوكيل شدرت هاد في حياتي ما شاء الله